السلام عليكم، هنكمل النهاردة إن شاء الله شابتر 3 اللي احنا بدأناه الأسبوع اللي فات. الشابتر كان بيتكلم على الأودت ريبورتس، أنواع التقارير بتاعة المراجعة، وخدنا المحاضرة اللي فاتت أنواع التقارير وقلنا عندي حاجة اسمها الستاندر أودت ريبورت أو الأن كواليفايد أودت ريبورت، تقارير المراجعة النظيف، والكواليفايد أودت ريبورت تقارير المراجعة المتحفظ، والأدفيرس القرار العكسي، والديسكليمر لحالة الامتناع عن إبداء الرأي. قلنا إن الأربع أنواع من التقارير دول بيختلفوا على حسب الماتيرياليتي بتاع المشكلة اللي أنت لقيتها، أو الأهمية النسبية للمشكلة اللي المراجع وهو بيقوم بعملية المراجعة. النهاردة هنكمل بقية الشابتر اللي بيتكلم على إيه المقصود بالماتيرياليتي، وإزاي أقدر أقيسها، وإزاي بتأثر على نوع القرار. تعريف الماتيرياليتي: A misstatement in financial statements can be considered material if knowledge of the misstatement would affect a decision of a reasonable user of the statement. يعني هو خطأ موجود في القوائم المالية ويعتبر هام إذا كان العلم بهذا الخطأ سيؤثر في قرار المستخدم الرشيد. طيب، التعريف ده بيقول إن هو خطأ في القوائم المالية، ده أول واحد. طيب انا اعرف ازاي ان الخطا ده مهم ولا مش مهم؟ قال المقياس بتاعك اذا كان هيأثر في متخذ القرار ولا لا، يعني لو عرف الصح بتاعه قراره هيختلف ولا لا. زي مثلا كده، لو انا لقيت عندي النت بروفيت موجود في الانكم ستيتمنت 100,000 جنيه، والرقم الصح بتاعه كان 1,000,000 جنيه، هل التغيير ده هيأثر في قرار المستخدمين ولا لا؟ يعني مثلا واحد كان عايز يشتري سهم في الشركة دي، لما كان النت بروفيت بتاعها ب100,000، في الحاله ديت مش هيشتري، هو شايف ان القيمه دي صغيره، لكن لو بقت 1,000,000 ممكن يغير قراره ويشتري. يبقى انا في الحاله دي بتكلم على ايه؟ بتكلم على ماتيريال مش ستيتمنت، يبقى ده مهم. طيب حاجه تانية بيقول لي انها ايه؟ would affect a decision of a reasonable user، يعني بتتاثر في مستخدم القرار الرشيد. ايه معنى الرشيد؟ الرشيد يعني العاقل المتزن اللي بياخد قراره بناء على معلومات، مش بياخد قراره بس بناء على اشاعات. يبقى ده المقياس بتاعي. طيب ليفلز اوف ماتيرياليتي، مستويات الاهميه النسبيه بقى. في عندي كام نوع من الاهميه النسبيه. amounts are immaterial، يعني هي مش مهمه، يعني في خطا موجود ولكن قيمه الخطا ده مش مهمه. زي ما قلنا كده، لو انا عندي الخطا ان انا عندي نت بروفيت صغير ب 10,000 جنيه، الصح بتاعها مثلا 10,500 جنيه، هل ال 500 جنيه دول هيعتبروا مهمين ولا مش مهمين؟ لو مش مهمين يبقى immaterial. طيب النوع الثاني، amounts are material but don't overshadow the financial statements as well، هي مهمة ولكنها لا تؤثر على القوائم بشكل عام، يعني التأثير على البند ده بس، لكن باقي القائمة صحيح ويمكن الاعتماد عليه، فتعتبر مهمة لأن هي قيمتها كبيرة ومؤثرة ولكنها لا تلغي القيمة. النوع الثالث أو الليفل الثالث، amounts are so material، هامة جدا، or so pervasive that overall fairness of the statements is in question، يبقى هي مهمة جدا وبتدي تساؤل عن مدى عدالة القوائم المالية، يعني أنا هشك بقى إن القوائم دي بشكل عام كده ما تنفعش. طيب لما نربط بقى الليفلز بتاعت الماتيرياليتي ديت بالاودت ريبورت، وخدنا اول مشكله ممكن تقابلنا فيلر تو فولو جاب، يعني ان الشركه لم تطبق مبدا محاسبي او في عندها خطا في تطبيق مبدا محاسبي، في الحاله ديت كنا بنقول ان انا التقرير بتاعي ممكن يبقى ان كواليفايد او كواليفايد او ادفيرس. طيب على اي اساس هنحدد بقى هو انهي نوع من الثلاثه؟ لما نربطها بالماتيرياليتي هيتحدد المعنى. فلو كان عندي الماتيرياليتي بتاعي immaterial، يعني هي مش مهمة، يعني بمعنى آخر بيقول إن users decision are unlikely to be affected، يعني إن القرار بتاع متخذ القرار مش هيتأثر، يبقى التقرير بتاعي هيبقى إيه؟ هيبقى unqualified، تقرير نظيف، لأن أنا شايف إن المشكلة اللي حصلت ما هيش مؤثرة وبالتالي تقريري هيفضل زي ما هو. طب إذا كانت material يعني مهمة، يعني هتأثر في قرار المستخدمين، ولكن زي ما احنا قلنا مش هتأثر على القايمة بشكل عام،
بمعنى او زي ما بقول هنا ايه، يوزرز ديسيشن ار لايكلي تو بي افكتد، هتتاثر، يبقى التقرير بتاعي هيبقى كواليفايد، متحفظ، هتحفظ على البند بس اللي فيه مشكله دي، لكن باقي القائمه خلاص ما فيهاش مشكله. طيب المستوى الثالث هايلي ماتيريال، هامه جدا، هامه جدا. يعني ايه؟ يعني انا بدات اشك في القائمه بشكل عام، القوائم بتاعت الاستيتمنتس دي مشكوك فيها، بمعنى ان اليوزرز ديسيشن ار لايكلي تو بي سيجنيفيكانتلي افكتد، هتاثر عليهم بشكل جوهري. يبقى في الحاله ديت يا اما ديسكليمر، يعني انا مش عارف اجمع حاجه عن القائمه دي خالص، ولا قادر اجمع القرار بتاعها هيبقى ازاي، او ادفيرس، ان هذه القوائم لا يعتمد عليها بشكل عام. يبقى انا كده لما ربطت الماتيرياليتي بالسيتويشنز اللي موجوده عندي، اقدر احدد على اساس نوع التقرير اللي هيقوم بيه مراجع الحسابات هيبقى ايه. طيب السؤال دلوقتي، القرار بتاع الاهميه النسبيه ده هيحدد على اساس ايه؟ اول حاجه بيقول لي دولار اماونت كومبيرد ويز ذس، يعني انا عندي قيمه للخطا، بقارن هذه القيمه مع اساس للقياس. بمعنى ايه؟ لما قلنا انا عندي خطا في قيمه الانفنتوري مثلا بقيمه 10,000 دولار، طيب ال 10,000 دولار دولت مهمين ولا مش مهمين؟ اعرفها ازاي؟ لو انا عملت نسبه الخطا الى اجمالي الاسيتس، توتال اسيتس بتاعي مثلا كان بمليون، يبقى انا هقول ال 10,000 على المليون، يبقى نسبة الخطأ بتاعي اللي موجود في الفاينانشال بوزيشن عبارة عن كام؟ 10% أو 1%. وبعد كده حدد بقى نوع الماتيريال. طيب رقم 2، ميجرابيلتي، إن هي تكون قابلة للقياس، يعني المشكلة اللي تكون موجودة عندي أو الخطأ اللي موجود عندي له قيمة يمكن قياسها. ثالث حاجة، ناتشر أوف ذا أيتم، طبيعة البند اللي فيه المشكلة. ممكن تكون المشكلة اللي موجودة عندي ماتيريال، والبند اللي فيه المشكلة ماتيريال، يبقى البند فيه مشكلة مهم، وقيمة المشكلة أو قيمة الخطأ مهمة، فيكون القرار بتاعي إن الميس ستيتد الموجودة عندي ديت هايلي ماتيريال. يبقى البند نفسه إذا كان البند مهم بالنسبة للشركة أو قيمته بالنسبة للقائمة بتاعتي كبيرة، زي مثلا لما أكون بتكلم فيه منشأة تجارية، قيمة الانفنتوري بتاعها أو الريسيفابلز مهمة بالنسبة لي، يبقى لما يكون في خطأ مهم في الانفنتوري، يبقى في الحالة ديت الماتيرياليتي بتاعها هتبقى هايلي ماتيريال. طيب لما ناخد القرار بقى حسب مشكلة السكوب ليميتيشن، برضه لو أنا عندي تضييق في نطاق الفحص، يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف أجمع أدلة إثبات عن بند معين، برضه القرار بتاعي يا إما هيبقى انكواليفايد أو كواليفايد او ديسكليمر، امتناع عن الدائره. انا مش هقول ادفيرس لان انا ديسكليمر انا مش عارف اجمع بيانات، وبالتالي التقرير بتاعي هيبقى في الحاله ديت امتنع عن الدائره. برضه نفس الكلام لما نربطها بالماتيرياليتي، اذا كان البند اللي انا بجمع عنه البيانات ومش عارف اجمعها قيمته غير هامه، يبقى ان كواليفاي، مهمه فقط تبقى كواليفاي، مؤثره على القائمه بشكل عام يبقى ديسكليمر، يبقى انا همتنع عن الدائره. طيب لو جينا بصينا بقى على ال decisions of condition requiring partial، الحالات بقى اللي هتتطلب منك انك تخرج عن الاطار النظيف للتقارير الماليه، للتقرير بتاع المراجعه، يبقى التقرير بتاعك هيبقى حاجه تانية غير ال unqualified، يعني مثلا qualified adverse disclaimer. اول حاجه auditor scope has been restricted، في عندي تضييق على نطاق الفحص للمراجع، ما هوش عارف يجمع ادله الاثبات، يبقى في حاجه دي عمري ما هديت التقرير بتاع unqualified الا اذا كان البند اللي فيه المشكله ده اماتيريال، ما هوش مهم. طب رقم 2، statements are not in conformity with GAAP، ان القوائم الماليه بتاعتي لا تتفق مع المبادئ المحاسبيه، وده برضه اذا كانت القوائم زي ما بقول statements كلها بشكل عام كده لم يتم اعدادها طبقا للاعداد لمبادئ المحاسبه، يبقى في حاجه دي هيبقى تقرير بتاعي disclaimer، امتناع عن الدائره. Auditor is not independent، ان المراجع لم يعد مستقل هو او احد افراد العمل بتوعه، يبقى برضه الحاله دي هتبقى disclaimer. طيب المراجع بياخد القرار بتاعه ازاي؟ ايه المراحل اللي بيمر بيها عشان يحدد نوع التقرير اللي هيكتبه؟
واللي ديترماين ويذر اني كونديشن اكزيستس ريكوايرنج ديبارشر فروم ا ستاندرد ان كواليفايد ريبورت. يعني الاساس ان هو يطلع التقرير بتاعه ان كواليفايد او تقرير نظري. لكن لو في عندي مشكله لازم احدد الاول ايه المشكله اللي عندي ديت، ولما احدد المشكله هبدا اقول ايه الماتيريالتي بتاعها، مهمه ولا مش مهمه ولا هامه جدا، وبعدين ذا سايت ابروبريت تايب اوف ريبورت، بناء على الماتيريالتي اللي انا حددتها احدد نوع التقرير اللي هكتبه ايه، ويبقى المرحله الاخيره اكتب التقرير حسب النوع اللي انا حددته. طيب بيقول لي مور ذان وان كونديشن ريكوايرنج ادفرشر اور موديفيكيشن. في عندي برضه بعض الشروط او الاحداث اللي لو حصلت هيبقى التقرير بتاعي خروج عن التقرير النظيف او تعديل فيه. اول حاجه ذا اوديتور از نوت اندبندنت، زي ما قلنا المراجع لم يعد مستقل، يبقى في الحاله دي تقريرها ايه؟ دي ملهاش غير حاله واحده بس اللي هي ديسكليمر، هي ممتنعه عن ابداء الرؤيه. رقم 2 ذير از سكوب ليميتيشن، تضييق في نطاق الفحص، وقلنا اذا كان التضييق ده على حاجه مهمه جدا يبقى الحل ان انا اطلع التقرير بتاعي برضه ديسكليمر، همتنع عن ابداء الراي لان مش قادر اقول رايي في قوائم ماليه، او اذا كانت ماتيريال بس هيبقى كواليفايد، او اذا كانت اماتيريال هيبقى ان كواليفايد، ودي هتبقى حاله نادره لان عمره ما هيمنعني ان انا اجمع ادله اثبات عن حاجه مش مهمه. تلاتة جوين كونسيرن انسرتينتي اكزيستس، ان انا في عندي احتمال لتوقف الشركة عن النشاط. الحالة ديت بتبقى عادة التقرير بتاعي هيبقى ان كواليفايد وزيكسيمتري باراجراف، ان انا حلفت نظر بس الناس اللي بتقرا القوائم ان احتمال الشركة دي توقف عن النشاط. اخر حاجة statements are not prepared in accordance with GAAP، يعني القوائم المالية بتاعتي لم تعد طبقا للمبادئ المحاسبية، وبرضه حسب الماتيرياليتي يا اما القوائم كلها لم تعد يبقى انا في الحاله ديت تبقى ادفيرس، او بعض البنود فيها يبقى حسب الماتيرياليتي بتاع القوائم ديت هي اللي هتحدد لي. طيب لو رجعنا تاني للتقارير بقى اللي بيعملها مراجع الحسابات كده وحاولنا نعمل بينهم مقارنه. اول نوع الستاندر ان كواليفايد ريبورت، وده عدد الباراجرافز بتاعته ثلاثه في ثلاث فقرات زي ما قلنا، الانتروداكشن والسكوب والاوبينيون، الصياغه بتاعته ما فيهاش اي تعديل، الاديشن باراجراف ما فيهوش باراجراف اضافي. الان كواليفايد ويز اكسيمتري باراجراف ده بقى هو نظيف ولكن مع فقره تفسيريه، وما دام قلنا مع فقره تفسيريه يبقى انا كده ضفت فقره، يبقى بقى عندي اربع فقرات. الموديفايد وردنج مش هعدل حاجه في الصياغه، انا هجرب هضيف فقره. الفقره اللي هتضاف هتتحط بعد فقره الاوبينيون، لان انا بقول ان القوائم بتاعتي صح وبلفت النظر ليها، فانا ما فيش عندي مشكله في الراي بتاعي. النوع اللي بعد كده ان كواليفايد شيرد ريبورت ويز اذر اوديتور، ده في حاله لو انا حشرت مراجعين اخرين في عمليه المراجعه يبقى برضه هو نظيف، ولكن انا هعدل في الصياغه بتاعته بس، هقول ان انا اشركت مراجعين اخرين، يبقى انا عندي ثلاثه باراجراف زي الاولاني، والصياغه هتتعدل في الثلاث باراجرافات لان انا في كل فقره هقول ان انا في عندي مراجع اخر اشترك في المراجعه. الفقرة الإضافية ما عنديش فقرة إضافية. الكواليفايد اوبينيون التقارير المتحفظ هيبقوا أربعة، لأن هضيف فقرة عن التحفظ. هيبقى الموديفايد وردنج بتاعتي أو الفقرة اللي فيها تعديل هتبقى فقرة الرأي، وهيبقى فيها بس هزود كلمة أونلي إن أنا هقول إن أنا ما عدا ما سبق ذكره في القوائم المالية بتاعتي صحيحة. الفقرة هتنضاف بيفور الأوبينيون قبل فقرة إبداء الرأي. الكواليفايد سكوب انت اوبينيون ان انا في عندي مشكله في تطبيق الفحص، يبقى انا برضو هم اربعه هعدل فقره السكوب وفقره الاوبينيون، اقول ان كان في عندي مشكله في الفحص بتاعي ما عرفتش اجمع ادله الاثبات عن الفقره دي عن البند ده، وهكتب في الاوبينيون بتاعي برضو بيكوز اوف ذا بريفيوس سيكشن، او بسبب اللي انا قلته في الفقره السابقه، او اكسبت اللي انا قلته في الفقره السابقه او ما عدا ما سبق ذكره، وبرضه هتحط الفقره قبل فقره الاوبينيون. الديسكليمر سكوب ليميتيشن، وقلنا دايما ان انا السكوب ليميتيشن على القوائم كلها او على قيمه كبيره هيبقى ديسكليمر امتنع عن ابداء الراي، هيبقوا برضه ثلاث فقرات لان ما عنديش راي. الفقره الثالثه هتبقى هي اللي انا بقول فيها ايه المشكله، هيبقى عباره عن التعديلات هتبقى في الانترودكتوري فقره المقدمه والاوبينيون باراجراف والسكوب باراجراف، ما عنديش اوبينيون هنا لان انا اصلا بقول انا همتنع عن الباراجراف.
هيبقى برضو فين؟ هيبقى قبل فقرة الأوبينيون، الفقرة اللي أنا هضيفها فيها دي. الأدفيرس، التقارير العكس من القوائم المالية بتاعتي لا تصلح أو أنها لا تعد طبقا للجاب، برضو هيبقى التعديل في فقرة الأوبينيون، والفقرة اللي هتضاف قبل فقرة الأوبينيون. كده يبقى انتهى الشابتر. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هنحل تمارين على الشابتر ده، ونشوف إزاي الحالات العملية بتاعته ممكن تيجي، وإزاي نحول النظر ده لعملي. وشكرا.